اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم مشاهدينا الافاضل في قاعدتنا الجزائريه باش نقضيو مع بعض سهره رمضانيه ولا اروع مع ضياف تحبهم بالبزاف. تفضلوا معايا. مشاهدينا الافاضل نعاود نرحب بكم من دار وجديد، انتوما اللي راكم تتابعوا فينا في كل سهره رمضانيه مع برنامجكم الرمضاني قاعدتنا الجزائريه، وحنا عندنا 4 سنوات وحنايا والفنا نجوزوا سهرتنا الرمضانيه رفقتكم وكذلك رفقه الضيوف اللي كل ليله ينورونا بحضورهم بوجوههم. والليله راني فرحانه بالبزاف اني استقبل وجوه نيره، وراني رايحه نبدا اكيد بالنساء هكذا باش واحد ما يزعف. نبدا بالاميره اللي تحبوها بالبزاف اللي هي صانعه محتوى وكذلك مقدمه برامج تلفزيونيه، ليليا ابو عزيز المعروفه باسم بتسميه حجابي ديفا. صح رمضانك. يعيشك. صح رمضانك منال. صح رمضانكم كامل الحضور معنا اليوم. ان شاء الله رمضان ينعاد علينا كل عام بالخير والبركه، وان شاء الله يبعد علينا هذا الوباء. ان شاء الله رمضان الجاي نفوتوه بلا وباء. وراني فرحانه كني معكم اليوم، يعني قاعده جزائريه بامتياز ما شاء الله. ها والله جزائريه ما شاء الله. وراكي باللباس التقليدي الجزائري. اكيد كريمه كخوف عندك. اكيد اكيد تكلمتي عليه. طبعا كريمه كخوف اللي راهو ملبس ليليا وملبسني كذلك. كريمه كخوف المصمم الجزائري اللي خرج خارج الجزائر ودا اللباس التقليدي الجزائري للعالميه. حقيقه فرحانه اني كذلك نستقبلك ككل سنه. خلاص والفت انا مول الدار كيما يقولوا. كريم صح رمضانك. السلام عليكم. والف نجي سميره تي في. من نهار البدايه تاع قعدتنا الجزائريه اول حصه كنت معها 4 سنين للوراء. وي في الجينيريك كانوا ايام تشابين. دونك نقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم. رانا اليوم ان شاء الله نجوزوا سواري شابه. صبحنا نديروا ريبيتيسيون مع الاخ سمير عاصمي وقلب الدنيا. ما عندي ما نقول لكم، نقدر نوض من بعد الجمهور الجزائري يشوف لي نشطح. هما بور ديجيري شويه مع المواكل. راك تكلمت عليه سمير العاصمي يا اخي الفنان القدير الجزائري اللي عندك سنوات وسنوات الان. صافي في كومبيان شحال من سنه؟ اني بريسك 40 تقريبا 40 سنه. بيانتو. مرحبا بك. مرحبا بك في قاعدتنا الجزائريه وصحه رمضانك. طول عمرك. صحه رمضانكم، صحه رمضان المشاهدين الكرام. نقول لكم كل عام وانتم بخير وسميره تي في بخير. ماشي اول خطره اللي نجي لهنا على كل حال. والله هذا يشرفني انه راني هنا بيناتكم ما شاء الله. كريم خويا، اختي العزيزه منال، تاعنا كاملهم هنايا لي ميوزيسيان ولي كاع لي رجال الخفاء. يعطيكم الصحه. ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا ليك لحضورك. شكرا ليك. كنت تكلمت على ليليا. ليليا ابو عزيز هي ليليا ماشي وحدها، راهم زويجه ليليا ورابح العربي. رابح اللي هو زوج ليليا، لكن الليله جيت كزوج، يعني احنا حبينا نعرضوا الزويجه هكذا باش نتكلموا على رمضان. لكن رابح هو كذلك صانع محتوى وعندك كذلك مسار فني طويل في عروض الازياء في الخارج الجزائر مع علامات انترناسيونال، هي علامات كبيره دي مارك دو لوكس. دونك صحه رمضان كذلك. مرحبا. السلام عليكم. صيام مقبول لكل الامه الاسلاميه، وصيام مقبول لكل ضيوفنا الكرام. وان شاء الله نجوزوا قاعده جزائريه على شبكه سميره تي في. ومرحبا بنا. اصيله كيما بليده. كامل الناس بليده اللي راهم يتابعونا الليله. نعاود نرحب بكم من دار وجديد. وطبعا ما نقدر نقدم هذا البرنامج بدون الجميله والرائعه ناعمه الحكواتيه اللي كل ليله تجيب لنا حكايه من عالم اخر او من زمن اخر. حفطورك منال، وحفطور ضيوفنا الحاضرين في هذه القاعده، قاعدتنا الجزائرية، وكل الحاضرين اليوم هنا والمتفرجين. ونقول لكم إن شاء الله نقضوا سهرة بجمال هذا اللباس تاع الأخ كريم. رائع كي. والله العظيم يعني شوفي ما شاء الله انتي راكي ملكة كالعادة. والأخت يعني كلنا رانا لابسين كريم أكروف. ونشكرك والله العظيم يعني انتي رجيتي الشابة. يعني يعطيك الانسبيراسيون باش تحكي.
يا درا شحال تحكي لنا. والليله كيما راكم تشوفوا اللباس رائع، وحبينا في هذا السهره نتكلموا على اللباس الجزائري. دونك ما تنساوش في سهره اليوم اونور واشتاغ البس جزائري. الوغ نرحب بك، كذلك نرحب بالشيف اللي راهي حاضره معنا في الخيامه. ما تقدر تكون قادتنا جزائريه بدون اطباق واطباق جزائريه، وحنا في شهر رمضان الفضيل، وحاضره معنا الليله الشيف ليندا. صح فطورك ليندا. صح فطورك اختي منال، صح فطور ضيوفنا ان شاء الله الكرام. واش حضرتي لنا اليوم كتحليه؟ اليوم خيرت لكم على بالك عندنا شوكولا دادا، دوكا حنديروا ان شاء الله تحليه، حندير لك اونتخ مي موس وشوكولا. انساغل داخل راح ندير لك فروي دي بوا، راح ندير لك بيسكوي بروني وكروستيان من تحت، كروستيان نوازيت. اخا اليوم لي سمير كنت قلت له مقبلات باللي شيان بزاف، هذه بزاف ما شفتكش. الوغ اليوم سمير حتعاود تاخذ كامل لي كالوري. لا مشكلتش، نو سي فيني. انا سي فري كو كاين بزاف الناس يقولوا لي سمير تبدلت كومبليتمون، نقول لهم هذا نيو لوك 2022. لا سيي سنه جديده. كنت وعدت بزاف، وعدت بزاف لي فان تاعي، وعدت بزاف الناس اللي يعرفوني كاع باللي يوغا بوكو دو نوفوتي معايا مع سمير العاصمي اون 2022. سي اون دي نوفوتي فنيه، الجديد الفني، الفني والجسمي. ولما لا راني شين سي فغي. وهكذا الحمد لله جي في ان ريجيم فريمون دراكونيان. فولو Ah non, 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 c'est voulu, alhamdoulilah. J'ai perdu quand même pas mal de choses. Alhamdoulilah, je suis très bien comme ça. Mais exactement. Même le souffle, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Même pour le souffle, pour un artiste, le souffle... Même le souffle, c'est sûr que nous ne voyons pas de l'aspect de l'aspect, ce n'est pas pour l'esthétique. Voilà, voilà. Mais l'aspect de l'aspect, tu es un médecin, Samir, je ne sais pas. Samir est un médecin, un docteur en médecine. ORL. ORL, donc, مختص. طبيب الأحبال الصوتية. الحنجرة والأنف. Voilà, l'aspect ORL. C'est vrai, c'est vrai. يعني لا سبيسياليتي التخصص تاعك عاونك باش يعني باش تقدر تكون عندك مسار فني طويل هكذا 40 سنه؟ لانه ما ننساوش انه الاحبال الصوتيه سي فراجيل. شوفي منال، حنا دون نوتر كورسوس في القرايه تاعنا قضينا لو موديول دو لورتوفوني. سي فغي هنا في الجزائر، في الجزائر في الجمعيات ولا مخصوصين سكون ابيل لي فوكاليست، اللي علموا سكو سيك لا فوكال، كيفاش ينطق الانسان، كيفاش يغني، ماشي يغني من الاحبال الصوتيه. باش نفهموا هي طريقه تاع النطق وطريقه تاع كيفاش نخرجوا الصوت. فوالا كاين، باسكو كاين لا فوا فوكال دي كورد فوكال، وكاين لا فوا اوزوفاجيان كيما نقولوا حنا في العاميه يقولها لي فونتريلوك. تغني من نقولوا من الكرش. فوالا تشوفي دي شونتور تاع لوبيرا عمره ما يغني منها، باسكو هاد الاحبال الصوتيه باش المشاهدين الكرام باش يعرفوا بلي حاجه. الاحبال الصوتيه لا كورد فوكال اللي دو 1 سم صغيره، تعرفي شحال فيها من موسكل؟ فيها اكثر مشاهد، فيها 14 موسكل. ما عنديش بزاف، 14 موسكل. هذا الله يبارك عندنا ان موسكل واحد. هنا احبال صوتيه صغيره فيها 14 موسكل. الله عندنا زوج لازم نحافظوا عليها، صافي 28 موسكل. الله يبارك. الوغ هادو لي فوكاليست سي سكون ابيلي فوكاليست، يعلموك كيفاش تخرجي لي مو لي سيلاب من كرشي بلا ما تعياي. بلا ما تعيا. وهذا الشيء يعني عاونني لويرين، عاونني بزاف، وعاون تعاونت يعني روحي. وهذه سيت اون اكسبيريونس ثانيه. كونت اون كيما يقولوا ناس زمان وشيوخ الله يبارك اللي قبلنا، يقول لك كل ما الفنان يكبر في العمر يعني في الخدمه يترخم. يترخم فوكالمون، يترخم يعني في كل شيء، وفي كامل الحرفات. فوالا يعرف كيفاش يخدم، يعرف كيفاش بيان سور كيما الحرفه كيما كالي ماكروف خويا، مع الوقت كيفاش مع الوقت يعرف يترخم، يعرف الغرزه كيفاش يدخلها فاسيلمون، ماشي كيما من النهار الاول اللي بدا، يعرف فاسيلمون كيفاش يدخل. سي ليكسبيريونس، الخبره، سي ليكول، سي ليكول، سي ليكول. دوك حنا علاش كنا نتكلموا على الاحبال الصوتيه؟ خاطر على بالنا باللي كذلك في شهر رمضان اغلب بزاف الجزائريين يتقلقوا ويتنرفوا ويعيطوا بزاف. دوك ما تعيطوش لانه الاحبال الصوتيه ماشي مليح، باسكو ناشفين سينو ما تقدروا تقولوا والو. الوغ ليليا، ليليا كيفاش راكي مع رمضان؟ سافا فرونشمون، رمضان نحبوه، شهر البركة، ونحسوا يعني نحسوا هذيك الريحة تاع رمضان، ميم ليامات قبل رمضان نبدو نشموا هذيك الريحة. سان في بليزيغ دو باسي رمضان مع الناس اللي نحبهم اوتور دون بيل تاب. انا نحب لا كويزين على كل حال. طيبي، وي جادور. عروسة جديدة ليليا، عروسة جديدة مي خلاص. انا 23 سي فغي. مي بون انا لا كويزين بديتها ملي كنت صغيرة، اسما مع لا مامون اي تو،
ماما لي الجغواس مع الهدي انا دايوغ ميم في لا فاسون دو بارلي تاعي يقولوا لي ما تهضريش بالوهرانيه باسكو لا مامون تاعي الجغواس والاب من وهران والاب من وهران افيكتيفمون ورابح من بليده من بليده سي ميلونج واصولي شويه يعني فريمون سي توت ان ميلونج فاسون وي اون الجيريان بيغمون الجيريان فوالا دوكو انا رمضان نحبو فرانشمون فرانشمون انت يا رمضان كيفاش يعني انا جو سوي تري بيان انا نحب رمضان نحب رمضان خاطر كيما يقول لك صومو تصحو دونك الانسان يحس روحو احسن في شهر رمضان اون بير دو بوا نحس روحنا خفاف وطبعا كاين الروحانيه تاع شهر رمضان اللي كاين بزاف تضامن وتعاون دونك انا مادا بيا رمضان يكون اكثر من شهر في السادة طيب مليح باينه طيب اي شوفي رابح شوفي رابح الله يبارك والله ابغى تقول رابح parmi الازواج اللي ما يتشرطش في الماكله ويلمونش با تو ياكل كل ما هو صحي كيما كيما يعني هو على العام ياكل كل ما هو صحي بارفوا كاع طيب بزاف صراحة ياكل غير لا سالاد صالح هكا خفاف مي سان في بليزير طيب ميم يعني بعض المرات نعرض الناس ولا صح راهو سمان في رمضان اي واش عندهم يا منال تحبي تجي تذوقي الوسمة تاعهم الوهرانية هذيك الحريرة واش ديروا لها بالجاري ولا الحريرة هذيك الحريرة ادخل شوز هو يدي هو واش يحفل الماكلة الوهرانية البركوكس هذاك مي سي اوغ رمضان هو اوغ رمضان البركوكس ثقيل ثقيل في شهر رمضان كريم تاع على بالي يغلبك لا ما يغلبنيش والله تقدر تقول لا فيغيتي كريم خاصك تحب بزاف قهوة حليب قهوة حليب على بالي دونك لازم قهوة حليب الصباح لازم قهوة حليب على 12 كي دن في الفطور الحاجة الأولى جوستومون هذا واش كنت حاسس فيه؟ احنا أنا من الناس كل على بالها بلي من مدينة برج بعراليج وتقاليد برج بعراليج أون جينيرال نبداو بالقهوة حليب كي دن أون بخون لو كافي ولي مي أبخي بالجاتو بال حاجة خفيفة هكا نبداو بالقهوة حليب التقاليد تاعنا يعني وبقيت بهذيك التقاليد تاع دارنا ملي كنا صغار وانا كما شفت قهوه حليب داير كي عرضوني دي فوا مشكله باسكو انا نو دو تو والو والو كي عرضوني ما حطوش قهوه حليب مشكله ما نقدرش ناكل دونك في النهار يغلبك رمضان نعم ما يغلبنيش مع الخدمه تونا والله الحمد لله وهذا العام ان شاء الله نقولوا بلي الوباء وراح يعني ما بقاش قد اللي فات دونك الاعراس كثرت دونك راني مع الخدمه وال وقمت بالعديد من الحفلات هذا السنه وحنا قلنا بانه في هذه السهره الرمضانيه رانا رايحين نترقوا بالبزاف لموضوع اللباس التقليدي الجزائري دونك كذلك نشجعوكم انكم كامل تروحوا تسووا هاشتاج البس جزائري على صفحه سميره الصفحات الرسميه لقناه سميره تي في دونك حبيت نتكلموا شويه على كامل العروض عروض الازياء اللي قمت بها هذا السنه وانت في شهر مارس قمت بعرض ازياء في ولايه وهران وان كان عندنا الحظ والشرف اننا نكون حاضرين كذلك معك وكان حقيقه عرض ازياء رائع لو كنت تكلم لنا على لا كوليكسيون هو يعني انا كنت قبل الوباء كنت نعمل بزاف عروض الازياء في العالم الناس كامل على بالها شوزي بوكو ديفيلي في الخارج هاد الوباء خلانا نخمو اكثر دونك خممت الجمهور الجزائري يعني في كل انحاء القطر الجزائري عندهم الحق يشوفوا يعني الله يبارك ولات عندي متابعين يحبوا كريم مكروف التصاميم تاعي دونك من حقهم باش يجوا يشوفوا التصاميم دونك جوست قبل مارس درت في مدينه قسنطينه اللي عملنا ضجه كبيره وزوج مرات وانا نروح مره مع لي سيليبريتي ومره عملت عرض ازياء تاعي يعني دوكا راني نعمل العرض تاعي تاع كريم مكروف وين تكون فيه 50 قطعه حاجه يعني مهمه كوليكسيون جديده عملنا ضجه نحيي ناس قسنطينه اللي استقبلونا و سيتي فريمون مانيفيك ماجيك مدينه قسنطينه مدينه الحضاره مدينه المالوف الجسور مدينه عريقه وي وباش نقعدوا على لو ديفيلي تاع قسنطينه لو ديفيلي عرض ازياء سميتو على الام تاعك اللي نحييوها طبعا نحييو كل الامهات اللي راكو بوكو نومبروز اللي راكو تتابعوا فينا في كل سنه وفي كل سهره خوله خوله فوالا وجات وسيتي ان مومون ايموفون باسكو وطلعناها سيغ سان طلعتوها سيغ سان اول مره شافوها الناس ايتو قال لك العرض كان ماجيك وزدت بكيتنا او ميم طون سي فري كو جو كوا كو اي انسان الام تاعو هي والاب هما اعز احلى حاجه في الحياه يعني نتنفسوا بهم ونعيشوا بهم بهم اللي رانا واش رانا وتلقى ميم كي يكونوا كبار يتبعونا كيما يكونوا صغار دونك قد ما نديروا لهم قليل وهذه انت كيمي وصيه نمدها للناس كامل لازم يمدوا
قيمه ابوهم الاب تاعهم والام تاعهم، وقد ما يديروا لهم قليل باسكو هما تاني تعبوا عليهم وطبعا نتفكروا حنايا في هذه الليله وعلى كلامك كل لي بارون الشيوخه نحيوهم بالمناسبه اللي راهو في ديار الشيخوخه ونتمنوا انه الناس اللي يقدروا يعاودوا يرفدوا والديهم ويدخلوهم للدار ياخذوهم قبل ما يفوت الاوان لانه الانسان يندب بعدها. سمير سي ديفيسيل واش نقول لك لي بارون سي لي بيلي دو لا في هما اساس الحياه. الدار بلا بيلي ما تقدرش توقف. الانسان عباك باباه ويماه سي رضا الوالدين من رضا الله. هذا شيء واضح جو بونس كو الناس هذو اللي يدخلوا والديهم للدار شيخوخه والله للاسف الشديد ما جي لي لارم اوزيو فودري كي يعاود يخمم مع روحه يشوف روحه في المرايا يسقسي روحه لازم يفهم واش راني ندير مليحه باسكو كيما يدير لوالديه يديروا لولاده كما تدين وتدان وانا جو بونس كو يعاود يراجع نفسه وبنادم طونكا عنده باباه ويما في قيد الحياه والله بروفيتي قدر المستطاع من باباك ويماك باسكو يجي نهار وين يروحوا لا تندم وندامه ما عندهاش حل من بعد ندامه واعره رضات الوالدين من رضات الله. ويا ناس انا نقول لهم جو مادريس على لا كاميرا فيت اتونسيون ا فو بارون سي لو بلوز امبورطون ويمات كريم مكروف جو لادور من محبين تاعك جو لا كوني تري بيان سي اون دام اكستراوردينير ربي يطول في عمرها الله يبارك غروند دام نحيوها يعطيكم الصحة. نواصلوا الحوار مع بعض لكن انا حبيت نروح شوية عند نعيمة. نعيمة قلتي باللي كي ساكتم مقبلات ما تقوليش نسينك قلتي هاكي بالالهام اليوم باللباس التقليدي هذا الرائع الكراكو اللي راكي لابساتو يا ترى الالهام تاعك وين داك؟ الله يسلمك. انا حبيت برك نزيد مثل يعني تل يقولوه تو انا يقول لك من بعد يما بابا الناس كذابة هذا واحد ما يقدرش يصيب قد الوالدين ما كاش اللي يحبك قد والديك كما يقولوا الحب الحقيقي وحب الوالدين ما يحبلك الخير الا باباك ويماك بيغ سي ان امور بيغ صح. واش نقول لكم؟ قال لك طمع يفسد الطبع. قال لك من كثرة الصحاب يقعد بلا صاحب. وقال لك اللي يبوح بسره يصبح في ندامه. وبهذه الكلمه بديت انا بديت حكايتي في هذه السهره نحكيها على واحد العازب مات باباه وخلاه يتيم يما خدمت عليه مسكينه في الضيور. واحد النهار عويز بنا هذا ناض الصباح بكري وراح ينوض في يماه نوضي نوضي يا يما راني نمت. قالت له خير يا وليدي نم العروسه واش نمت؟ قالها نمت خديت بنت القاضي. حاليا قالت له راك تشوف في ريعتنا لبصل تفاحنا والقمر مصباحنا وعلاه تكبر اللقمه يا وليدي على هبره ما تقدرش عليها. قالها قلت لك يا يما تروحي تخطبي لي بنت القاضي. يماه قالت له بركي ما تحاجي وتماضي خلينا بنت القاضي ما كفاوكش بنات الحومه. قالها قلت لك لي وقفت لي في المنام هذيك اللي ناخذ. يما حطته في الثقيل وقالت له كيزلو هذا غير منام خفيف. بصح الولد شد في كلمته وقعد صباح وعشي يا بنت القاضي صباح وعشي يا بنت القاضي حتى طاح مرض وجاه السقام وشيان حتى بانوا العظام. يما خافت ولا يطرمي يديها وراحت لدار القاضي برجليها دقت ودخلت وطلبت الحسب والنسب. مرض القاضي ظنتها جات تخطب لسيدها ولا لالاها. قالت لها لا لا جيت نطلبك في الحسب والنسب لوليدي. شافت في ريعتها قالت للخادم اعطيها كميشه دراهم وخليها تروح لدارها. المرأة اللي ما لحقت للدار كلات روحها وبدات تقول له يا وليدي يا وليدي علاش بهدلت بيا يا وليدي حتى مبخصت ما عرفت كيفاش نمشي نمشي ونعتر حتى لحقت للدار. قالها يا يما اعذريني قلبي راهي شعلة فيه النار. والما خلات الحال يمشي على حاله. يا مات جازو الولد صمم صمم على الفراش ما ينضج. قالت له شوف يا وليدي راك غطني نزيد نروح ونشوف. زادت راحت لمرت القاضي ودقت لها في الباب. مرت القاضي قالت لها شوفي يا لالا هذه الخطبه مع الرجال في القهاوي يروحوا للشيخ القاضي ويطلبها منه وما احنا ننسى ما عندنا كلمه. ورجعت يماه للدار قالت له شوفي يا وليدي ها هو ما كان مع مرت القاضي. قالها معليش يا يما
انا نروح للقاضي ونطلب منه يد بنته. وكان هكذاك الحال، رفض روحه وراح ودق باب المحكمة ودخل. القاضي تحسب له جا كاش ما يحلو كاش مشكلة ولا تدبير، تقرب منه قال له يا سي القاضي راني جيتك بالحسب والنسب. قال له مرحبا اتفضل. القاضي كان إنسان عالم ومربي، قال له يا وليدي أنا ما نقدرش نمنعك تتزوج من بنتي، راهي ليك لكن على شرط. قال له أشن هو الشرط يا سي القاضي؟ قال له تجيب لي حكاية اللي يبيع الجوز بالكف. وخرج العازب من دار القاضي يجري حتى الحق للدار، قال هاي يما القاضي وطاني بنته. قالت له عجب كيف هدرت يا وليدي؟ قالها استنى يا يما، قال لي أعطاني شرط. قالت له وشن هو الشرط؟ قالها نجيب له حكاية اللي يبيع الجوز بالكف. قالت له أنت يا وليدي تعرف هذه الحكاية؟ قالها لا يا يما بصح اللي يحب الزين يشقالو. ورفض العويل وزادو وغادر الدار ومشى من بلاد لبلاد من بلاد لبلاد من بلاد لبلاد يحوس على يبيع الجوز بالكف ويخلص بالكف. حتى حط في بلاد الشام، كي حط في بلاد الشام ابدا من الحومه الحومه يقرقب من الحومه الحومه حتى جازوا 7 ايام وتلاقى باللي يبيع الجوز ويخلص بالكف. مبمبن راح قابلو صابو حط سله تاع الجوز، اللي جاه يقول له اعطيني كيلو ولا زوج ولا ثلاثه تاع الجوز، وفي عوض يعطيه دراهم. هذاك البايع يحط خده الاخر يعطيه بكف ويروح. استعجب ومنه تقرب، قال له اعطيني كيلو جوز. اعطالو كيلو جوز، استعمل روحه يحوس في المكتوب على الدراهم، قال له ما تشقاش هاو خدي اعطيني بكف. اعطاه بكف بصح قال له حبيتك برك تقول لي يا خويا وعلاش راني جاي وقاطع طريق طويله 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 باش نلحق لعندك وهاي حكايتي. وحكى له حكايته وقال له كان تقدر تحكي لي حكايتك. قال له لا انا ما نحكي لكش حكايتي غير اذا رحت جبت لي حكايه. شكون القاضي؟ القاضي طار منه جا في الحيط وراح يحوس على هذاك اللي طار منه جا في الحيط. وراوه له صابو حداد راح ليه طلق عليه السلام. ينقز هكذا يدقز يجي في الحيط. ينقز يجي في الحيط، طلق عليه السلام، قالوا السلام عليكم. الاخر قالوا السلام، طار وجا في الحيط. عاود ولا ليه؟ قالوا خويا حبيت نسقسيك. قالوا سقسي على روحك. طار خبط روحه في الحيط وعاود ولا. قالوا خويا انا حبيت نسقسيك. وعلاش عليك؟ وعلاش واش هي حكايتك؟ قالوا انا ما نحكي لكش حكايتي حتى تجيب لي حكايه اللي يدرس الياقوت. ومن تما راح لحقنا العام يجي ان شاء الله رمضان. يمشي 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 حتى وصل لبلاد الهند. كي وصل لبلاد الهند سقس على اللي كسر الياقوت. صابو قا ساكن في قصر وبابه كلها ذهب وعنده الياقوت. راجل واقف رافد ياقوته كي نقول لك قد البتيخه. قال له جيت جبت لك هذه الياقوتة جيت نشريها صدها تتباع. قالوا لي انت مولاها. قال له جيب ديك الياقوتة حكم الياقوتة. قال لهم جيبوا لي المهراز. جابوا له المهراز تاع الذهب. ديك الياقوتة لداخل المهراز وكسرها ردها تراب ورماها وقال الياقوت تراب ولا في كرش الكلاب. الراجل هذاك راح عازبنا تقرب منه. وعلاش يا سيدي انا ضيف أنا عبر سبيل جيتك ضيف. قال له احنا في عادتنا نضيفوا الضيف 3 أيام. دخلوا للدار واش نقول لكم، فرشلوا الحرير ووكلوا الجاج والطيار واللحم والحوت على كل انواع. لما فاتوا 3 أيام راح له قال له ضيف الله جيتك، اش اللي جابك عندي؟ قال له جيت نحكي لك حكايتي باش انت تحكي لي حكاية الياقوت اللي راك تكسره وترميه في التراب. قال له انا حكايتي حكايه، انا بابا خلالي مال كبير ووصاني وقال لي رد بالك من الصحبه، وانا ما سمعتش كلام بابا وبديت في مال بابا مبعتر على صحابي، هادو سهرات هادا ذهب هادو تحواس هادو خرجات حتى فضوا دراهمي وبعت كل اللي كان عندي، قعدت لي غير دار بابا. واحد النهار من همي وليت فقير ووليت ما كاسب والو،
نهار اللي كنت بمالي وكنت نقصر مع صحابي قلت لهم الفاركله للمهراز، قالوا لي الفاركله للمهراز الله يبارك، ولا غير صح هذا الفيران ياكلوا الفيران ياكلوا المهارز. ونهار فقرت والفاركله للصباطي استعجبوا مني وقالوا لي الفاركله للصباط من القله والفقر يا خويا، روح سول من الباب الباب كاش واحد يفيدك بمعون. من غبينتي وليت لدار بابا ودخلت لغرفة بابا ودرت كرسي وطلعت علقت حبيلة وربطتها في رقبتي وطبعت الكرسي، كي طاح بيا الكرسي في عوطة نموت والحبيلة تخنقني طحت في القاعة ومن سقف البيت حفرة كبيرة ظهرت وبدا الياقوت يطيح الياقوت يطيح، أنا ما عرفت كيفاش ندير وليت شد في الياقوت ما عرفت نبكي ما عرفت نضحك، حسبالي هبلت حسبالي راني النوم. قالوا قعدت في هذيك الحالة ثلاث أيام حتى زلت لي ديك الحمة تاع الهبال وصبت روحي باللي الياقوت كاين منه، وليت نحفن نحفن نحفن، طلعت فوق الكرسي طليت في ديك الثقبة اللي كانت في السقف صدت ديك الغرفة اللي كانت من الفوق كلها لويز ويا موند وياقوت. كان بابا خلالي قس ما نعيش قرن وما نكملش الربع اللي خلالي. من ذاك النهار حلفت وقلت الياقوتة في التراب ولا في كرش الكلاب. بعد صاحبنا حكى له حكايته. حكمة بصح انا اللي حبة تاع انا مولين انا مولين في مسترع انا مولين في مسترع يعني نشوف الكف وعلاش ارفد روحه عطالو زوج شكاير تاع اللويز وقال له رجع البنت القاضي تخطبها بهاد اللويز ما عليك يرفضها. ارفد الشكاير تاع اللويز عطى سرج له عود وطالو خديم وقطع الطريق ولا وين ولا لبغداد راح للحداد اللي نقص اللي طار منه جا في الحيط. كي راح ليه قال وراني جيتك وراهي هذه جبت لك حكايه اللي يرمي اللي يكسر الياقوت. كان هكذاك الحال حكى له الحكايه الاخر حكى له حكايته. قال له انا حكايتي حكايه. قال له واحد النهار وانا في الباسي اللي معمر بالفحم نضرب في صفيحه العواد بالحديد ونسقم حتى نشوف جاتني حمامه بكل لون، قال له كلها ياقوت ومرجان طلت عليا من ديك الطاقه في ذاك الحيط. قال له رحت ليها انا شديت في الريش ديالها وهي طارت بيا. قال له طارت بيا لواحد البلاد وهذيك البلاد كانت غريبه وعجيبه، حطتني عند الباب وطارت راحت. حلوا مالين ديك المدينه الباب ورحبوا بيا وقالوا السلطان راهو جا السلطان راهو جا السلطان، جابوا لي عود مسرج ركبوني وداروا بيا كامل في ديك المدينه وللقصر دخلوني ونصيب العروسه الاميره لابسه تسنى فيا وزوجوني ومعها جبت الاولاد وحكمت في ديك البلاد. بصح مرت الايام كي مرت الايام عجبتني بنت الوزير زينها سلبني ورحت خطبتها من عند يد باباها. ولما سمعت السلطانه قالت لي يا نكار الخير، قالها واش من الخير يا اخي من عادتكم اللي يجي في الباب يدقدق تحلوا له تردوه سلطان، ما درتي فيا والو. قالت له هكذا تنكر الخير وتنكر اللقمه اللي حطيناها في فمك. قالها امشي عليا هيا غبري عليا. وقعد في بيته يخمم واش من الماكيده يحطها لها باش يتهنى منها، وهو يخمم جاته الحمامه في الطاقه. فرح كي شافها وراح ليها وهو مسها من ريشها ويا طارت به ورداته للحانوت الحداد في بغداد. ولا لابس ديك الطابليه مسكين المسوده ومعمر بالحموم وهكذا قال لك ولا ينكز بات في ندامه. خدا الحكايه وراح اللي يضرب يخلص بالكف، يبيع الجوز ويخلص بالكف. راح ليه قال له يا سيدي راني جبت لك حكايه طار منه جا في الحيط احكيها له احكي لي انت حكايتك. قال له انا حكايتي حكايه بابا خلالي مال كبير انا وخاوتي وانا اللي كنت صغير ولعبت به ولما خلصوا لي الدراهم رحت لخويا الكبير قلت له يا خويا كاش ما تعطيني. قال له روح عليا وسعني. من ذاك النهار حكمت القادومه ورحت للغابه نكسر في الشجر باش نطم الحطب ندي نبيعه. وانا نكسر خرج فيا واحد الجن قال لي واش بيك قال لي واش بيك راك تزعزع فيا في نصف الليالي ما تحشمش واش راك حاب. حكى له حكايته عطالو بوق وقالوا روح بوق في دارك الحاجه اللي تتمناها راهي تجيك. هذاك راح يجري للدار ودا البوق ودخل للدار وبدا يبوق يبوق يبوق
جالي خوه وحكى له السر، سروا لي صبح غاني. قابروا خوفي واحد النهار كان غايب على الدار وسرق له البوق، ومن ذاك النهار ولا فقير ولا لهذيك الشجره. هذاك الجن قال له هاك البوق روح بوق في الدار، لما بوق جاه وطاح عليه غير الجوز، ومن ذاك النهار ولا يبيع الجوز ويخلص بالكف. هذاك يستاهل كيما نقولوا. دا العازب ديالنا دا الحكايات في ثلاثه وراح للقاضي. لما دخل عند القاضي حط الشكاير تاع لويز وقال للقاضي راني جيتك يا سي القاضي بحكايه اللي يبيع الجوز ويخلص بالكف. قال له لا لا يا وليدي ما نسحق لا حكايه ولا شيء. قال له رحت هذا عام ورجعت وجبت لي تلت دروس. الخصايل للرجال هي بالك من الصحبه عم يغروك صحابك، والطمع يفسد الطبع، واللي يبوح بسره يصبح في ندامه. ودوك راك مأهل تاخذ بنتي، وعطالو بنته وداروا عرس وسبع ايام وسبع ليالي، وعاش عازبنا مع بنت القاضي في تبات ونبات، وجابوا البنات والولاد، وهكذا خلصت حكايتي وشكرا. يعطيك الصحة. الحكاية شباب بزاف وفيها حكمة، فيها حكمة. هو ما كانش شرط للزواج، ماشي الشرط، كان ليه باش يتعلم، حاب يختبره باش يشوفوا لا يستاهل بنته ولا لا. لا عجبتكم الحكاية؟ والله غير قبلك الواحد كيكون يا اخي يعني الواحد يغوص معاك يبدا ايماجيني في هذوك لي زيماج تاع هذوك لي بيرسون. فرانشمون كنت نشوف كنت رابح تضحك من تحت برونشيا معايا. انتوا ما فيزوش كنتوا تسناو لي خلص بالكف هذا. كنت انا كنت نتسنى لي خلص كيما انت. الحكاية شباب بزاف. انتوا كان نشكروك ناعمة، وحنايا الان لازم نروحوا نسمعوا شوية طبعا موسيقى، وسمير العاصمي معنا ما نقدروش نقعدوا بلا موسيقى. نبداو كاش حويجه هكذا ماشي بس خاطر حنشوفوا عرض ازياء طبعا لكريمه كخوف رفقه يعني بالغنيه اللي حتقدمها لنا، لكن قبل هذيك كنت حابه نسمعك في كاش حويجه هكذا كاش قصيد. ما نديروش قصيد كامل، ماشي قصيد كامل، لا لا ما نوصلوش كيما نعرف. عمري لمن بلاني اضغر من عاشقين، مولانا عالم الخفية سبحانه يا كرام. في حن من شكايا ودموعي سايلين، ايط علي من هويت ولفي امس موت للنيا. وخلاقي حايرين ما بيا ولا ناهل كريم سوى عشق الغياب، اوعدي ما بقى وادني يحصر على الغراب. الله الله كان في خطر كله. لا طول ولا ضيع قصيده شباب بزاف في الجركه. هذه قصيده كبيره على كل حال، فيها بزاف وفيها يعني بزاف فيها الطبوع تروح تتغير. وقصيده ما شاء الله ما شاء الله. وانت سمير العاصمي وسيط الموسيقى الاندلسيه الموسيقى الشعبيه كذلك، وسيط الموسيليه الجمعيه الجزائريه الموسيليه اللي سي لا دويان دي اسوسياسيون. جي با ديغي دون لي اسوسياسيون سي فري، مي خالط كاع لي زاسوسياسيون السندوسيه خالط خالطهم الكل.
Moi, ce que j'ai fait, c'est surtout l'école de scène. J'ai travaillé en tant que musicien, j'ai travaillé à Miazni, j'ai travaillé à Tarrar, les chorales, j'ai appris beaucoup à Chouk. Je suis de nature très curieuse. وتعلمت من عندهم وسي كوم سا كو جي اكيبا مادو خالد كذلك اسماعيل هني يعني اسماعيل هني شيخنا اسماعيل الله يرحمه والله ربي يرحمه ويوسع عليه شيخنا خدمت معاه بزاف وخدمنا معاه مع بعض مع بعض ما لازمش تخلونا نروحوا قبل ما نسمعوكم مع بعض لانه غنيتوا مع بعض لازم نعاودوا نسمعوكم نغنوا غنينا يا لوطا يا لوطا صغيره ما شاء الله سي منال انا عرفتها صغيره مازال صغيره سي فغي مي والله غير يعني تعلمت بزاف على الشيوخ اللي من قبل ومازال نتعلموا مازال نتعلموا على ان شاء الله اللي ماتوا الله يرحمهم واللي مازالوا ان شاء الله ربي يطول في عمرهم امين يا رب عاود نجي لعندك كريم حتى في عالم الموضه وال يعني تو سكي فاشن بالخصوص اللباس التقليدي الجزائري بحر كذلك شحال نعيا ونشوف ونروح من مدينه لمدينه والولايه الولايه كتقول ناعمه مازال نصيبوا لباس تقليدي جديد فمشي جديد اللي يعني ما نشوفوش بالبزاف لانه كل مدينه بالجزائر معروفه بلباسها التقليدي الجزائري شوفوا باللي كريم قعد في التقليدي لكن حتى له الطابع تاعو اللي هو طابع اناقه شويه عصرنه بصح بلا ما حرفت 100% اللباس التقليدي دونك وعلاش هذا الاختيار لانه كاين بزاف اللي قعدوا في التقليدي المحض وكاين بزاف اللي راحوا للمعاصر الكلي هذه هي الفنان كل واحد عنده نظريه حتى في احنا عندنا في التصميم حتى اللي يديروا البيرلاج اي تو كاين بليزيور كل واحد عنده نظريه باش نخرجوا حاجه احنا رانا في 2022 دونك نسيت راحت لي رمضان هذا فطرنا دونك جابت لك هو الهدف تاعي كان التراث تاعنا الجزائري يلحق العالميه وباش نلبسوا لي سيليبريتي اغاب ولا الفنانين ولا والحمد لله يعني عندي الفرصه هذه يمات اللي لبست الناس بزاف في البلدان العربيه دونك التراث تاعنا أميرات دي برانسيس عملت لو فورم دي فاب دافير مع الاخت سعيده نغزه سعيده نغزه لنحيوها بالمناسبه كتحاجي معنا يعني تقوم بعمل رائع كذلك فوالا وخسر لي الشرف وين لبست كنتي معنا انت اللي قدمتي الشيخه هي الشيخه هند القاسمي اللي هي بنت القاسمي امير الشرقه دونك وكانت ليتي تري بيل كانت ما شاء الله وقالت لي بلي يعني ما درنا لها ني ميزور والو شفتها برك ودرنا لها وكانت فرحانه وعرضتني باش عرضتنا باش نعمل عرض ازياء في الامارات ان شاء الله دونك هذا هو الهدف كذلك الاردن انت رحت العديد من البلدان عملت كامل تقريبا البلدان مصر عندها خمسة شهور وين تكرمت باحسن مصمم في الدول العربيه يعني كان داروا ان سونداج في لي بي عرب وهاد لو تروفي نمدو لكل الجمهور الجزائري اللي رانا نهضروا اليوم على اللباس والمحافظه تاع اللباس التقليدي دونك جي ليو ان 2018 في سلطنه عمان في العائله الملكيه دائما نساها الاخت ليليا انا نتبع الباركور دائما نفكر بلي الباركور قالت لي نسيت قلت لها سي فري كنسيت مي هذه المره تاع احسن مصمم في الدول العربيه كنت وحدي في مصر كانت الكورونا وهكذاك ومشيت كنت باغي يكونوا معايا هكذا تو ليموسيو هذيك ما تقدروش كنت مع فنانين كبار في مصر لي بلو غراند ستار دي بي عرب كانوا قاعدين معايا اش كانوا يقولوا هكذا كي يشوفوا اللباس الجزائري كانوا يقولوا لي نحبوك ونتبعوك دونك كاين بزاف منهم وي لي بايات شيء اسمها كيقولوا لها بلقيس كانت قاعده معايا في الطاوله ونحكي للجمهور هذا والناس وانا ندير لايف لبس نسرين طافش جمانه مراد على القريب ان شاء الله حتشوفوا امال بوشوشه ثاني تلبس من عندي نسرين طافش ثاني حتشوفوها بتراث حنا امال بوشوشه شوفوها جزائريه هي جزائريه هي جزائريه دوك تعرف تروج التراث الجزائري صح. يعني صح. تمثل هي المرأة سفيرة للجزائر البلدان العربية وهي راهي والفنانين دائما يكونوا سفراء للباس يمثلوا دائما الثقافة الجزائرية هذيك ليموسيون
نحكيها رابيدمون تاع اسمها دائما نسأل بلقيس. بلقيس قاعده معايا ويا عندنا 12 مليون مشاهده والناس يقولوا لي الصور معاها ودير وانا نقول لهم بلقيس وهي تقصر معايا وانا ما على باليش باللي هي دونك هذا هو الهدف تاعنا كي نسافروا وكي نروجوا وان شاء الله ثاني على القريب اني معروض في مصر كاين مؤتمر داروا في فرنسا ساركوزي في 2800 وين لا كرياتيفيتي يعني الناس 2008 ان شاء الله ربي يطول لنا 2800 لا داروا وين يكونوا اكبر مؤتمر في مصر ميديتيرانيا من البلدان تاع لا ميديتيراني والاخر وراح نمثل الجزائر ونعمل كونفيرونس دو بريس ولا عود ندي لو تروفي تاع احسن كرياتيفيتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا واش نتمناو لك نتمناو لك كل التوفيق وطبعا وعروض ازياء بفرنسا بكندا بتشافي ان شاء الله وعقاري في شيكاغو ثاني يوم 30 جوان في شيكاغو راح نعمل ارا فاشن ويك راح نمثل الجزائر وهذا شهر وكاين بزاف بلدان العرب باريس ثاني ان شاء الله الناس اللي راهي تتبعني الوباء راح نقدروا نورمالمون حتى الافراح روبرونات والناس ولات عندها البسمه الفرحه وهذا شيء جميل ان شاء الله ربي يدومها انه الناس يفرحوا يقدروا يفرحوا ديما تقولوا لهم ربي يرحمهم تبع انا نشوفوا كيما كالي ماكرو في دوتغ ارتيست اون في لونور دو نوت باي نوتغ بو باي توت افي دون لارت دون لار دو لا ميوزيك باش تشوفي يعني بلادنا فيها لي كات كوان دالجيري لو سود لو نور لويست اي ليست Il y a une diversification les coutumes et les traditions, quelque chose d'incroyable. Ben là qu'on est le seul pays, ben là parmi les seuls pays dans le monde où on a les coutumes bzaf, on a les الموسيقى بزاف عندنا طبوع بزاف والله صافي بليزير صافي لونور دو نوت باي الله لازم نتعلموا نروجوها وكذلك نحافظوا عليها وكذلك هذا كذلك عمل الجيل الجديد وانت ليليا ورابح كذلك من هذا الجيل الجديد وين نشوفوا ربما ان الناس يبتعدوا اكثر واكثر من التقاليد الجزائريه وهذا طبعا ناتج ل العولمه لا مونديالايزاسيون وكذلك لاكسي الان كما يقول لك كل حاجه سور سور لو نت دونك الناس يشوفوا كيفاش الناس عايشين في دول اخرى وكاين اللي ربما يبعدوا من تقاليدهم انتم كيفاش تشوفوا الدور تاعكم انتم كجيل جديد للمحافظه على هذا الموروث سي جو مي بيرمي انا جوستومون هذا هو لو رول تاعنا حنا اوني لا الناس اللي عندهم لي غروند بلاتفورم وعندهم ناس يتبعوهم اوني لا باش نفكروهم بلي لو بلوز امبورطون سي لي تراديسيون لو بلوز امبورطون سي واش عندنا حنا ماشي واش حنزيدو نتعلمو من البلدان وادخرين دونك سي بور سا حنايا اي واحد عنده يا لو كان 10000 متابع ولا انت راك يا بلو دا مليون اكزاكتومون اي انسان عنده يعني اون غروند بلاتفورم يلي لا بور بروموفوار لا تونو الجيريان Dernièrement d'ailleurs, qui est en Turquie, j'ai tenu une petite idée à Nou Rabah. On a dit pourquoi pas prendre une tenue de l'Andek ou le Bistha ou qu'il y a en Turquie. Alors justement, parce que je fais les vidéos, on a mis les gens qui ont été avec, donc j'ai vu la vidéo. Ou je fais avec des lèvres à Kerakou, en Turquie, Istanbul. Et tu as fait un petit photo. Je suis détenue Haja. Qui fait la réaction? Oui, je suis détenue Haja ou Lihia. يعني الناس ما بقاوش يشوفوا فيا بهذيك يعني ان ايغ كوم سي زعما جاتهم بيزار غريبه يشوفوا في العيون تاعهم تشوفهم بلي راهم يحوسوا يفهموا بلوس دو ديتاي سي كوا كوم تونو دونك انا كنت نروح لعندهم نتقرب ليهم نقول لهم اسكو عجبتكم بالطبع هما يتحدثوا بالانجليزيه بزاف نقول لهم عجبتكم لا تونو هما يسيو يعرفوا بلوس دو ديتاي نقول لهم سي اون تونو الجيريان اون كرياسيون كاني ماكروف اون افي دو بيل فوتو تما في تركيا اي زون في ان غران بو سور لي ريزو سوسيو كامل الناس عجبهم هذاك لو شوتينغ وانا كو ساسوا هنايا ولا في بلد واحد اخر ولا في الاطلالات في التلفزيون نسيت نلبس دي تونو الجيريان شوفوك تلبسي بزاف اللي بس سورتو مودرنيزي نحب كوميم يعني باسكو لا كوميونيتي تحب شويه هذيك لا توش مودرن لازم شويه بصح جيم لي كرياسيون تاع كريم لانه يربط ما بين لي تراديسيون طبعا حسب العمر يعني ما نقدروش نلبسوا نفس اللباس التقليدي كي كونت اون 50 طون كونت اون 30 طون كي يكون في عمرنا 20 سنه طبعا هل تشوفي بانه الشباب الان الجزائري راه يعاود يولي اكثر واكثر جو كوا وي وهذا لانه العروض راهم عاودوا رجعوا بكثره يعني الموضه تاع العروض الازياء راهي ترجع بكثره باغ اكزومبل في لي بلاتو تيلي عاودنا نشوفوا لي زارتيست يلبسوا لي توني باغ اكزومبل انت منال فوزات اون غروند امباسادريس تاع لي توني الجيريان ما شاء الله فوالا نشوفوك دائما باطلاله جديده دونك او كونترير عاود رجعت هذيك الموضه تاع الناس يتقربوا للي توني الجيريان وجو كرو ان شاء الله نشوفوك كذلك في
عند الرجال، لانه اللباس التقليدي الجزائري نتكلموا عليه دائما اللي النساء، لكن ما نتكلموش عليه كيما لازم على الرجال، ماشي باش نولوا في العروض، يعني ماشي هذا هو الهدف، حتى ولو هذا الشيء كذلك يكون شيء جميل لانه يقدر يروج لثقافتنا، لكن نتكلموها من ناحيه المعرفه والتقديم، تقديم اللباس التقليدي الجزائري بتنوعه، نصيبوا سروال التستيفه، نصيبوا البديعيه، نصيبوا الجبادولي، نصيبوا الجلابه، يعني العديد والعديد من الالبسه التقليديه الرجاليه. ونشوفوا كل اليوم رابح انت كذلك راك بهذا لافيست، الوغ هنا اون فوا سي اون فيست مودرن لكن مخدومه بالما مطروزه بطراز جزائري. انا نقول لي دائما جميع واحد خاصه يكون عايش له، اي واحد في المجال تاعو يكون سفير واش يقدم، سواء كان فنان، سواء كان مغني، سواء كما كان كما كريم اكروف مصمم، نقولها واحد يبروفيتي دائما لا فيزيبيليتي تاعو. اون فوا تعرف كيما نقولوا البوتنسيال هذاك، البوتنسيال تعرف وين تحطه، ماذا بينا نحطوه بالثقافه تاعنا واللباس تاعنا باش يكون بلي فيزيبل في بنا. جي في ان كونسير ا باري، لبس تقليدي، لبست هكذا توش اون فيست مودرن افيك اون توش تراديسيونيل، حاجه فنانين حتى كادير جابوني ماشي فقط في الشعبي ولا في الحوزي. جاني واحد قال لي لا تبيع عالي، وموافق نبيع عالي صافي بيجي نبيع ابدا ابدا. عندهم لا كوريزيتي هما الثقافات، حوسوا يعرفوا على ثقافات اخرى، لانه جميل باسكو دو نو جور جو بونس كو رانا في 2022 رانا في عصر المودرنيزم، عصر كيما يقولوا العصرانه، لازم نديروا نتوالموا ستادير يفو سادابتي على حساب العصر اللي رانا عايشين فيه، بصح افيك اون توش تراديسيونيل وي، اي سي سا لو مودرنيزم افيك اون توش تراديسيونيل. هذا يقول لك ما نقدروش نروحوا للمعاصر لو كان ما نبداوش من الاصاله، لازم نعرفوا اولا. فوالا اي سا سي اتيرون عباك سولتو لما تروح لاترونجي وكان يشاطلني في الراي. كي تلبس الناس تشوف هكذا يشوفوا حاجه سي بو سا سي فغي سي اون فيست مودرن بصح افيك اون توش تراديسيونيل الجيرواز ولا الجيريان جو ديغي سي مانيفيك. اي نو جامي في سا اي سا سي سي اتراكتيف. عندنا جاليه يعني كبيره في العالم اللي ما نساوهاش بيان سور، جزائريين في كندا في كل انحاء العالم، وعندنا جاليه كذلك كبيره تتابعنا في قاعدتنا الجزائريه، نحييوهم كذلك اللي تبعوا بزاف سميره تي في اللي جاتها ليدي دو فيغ دي ديفيلي شاك جور. عندنا مصممين هما ثاني لازم تكون عندهم الفرصه باش تبان ويكون عندهم لا فيزيبيليتي، هذه حاجه مهمه. وعندنا بزاف الان المصممين بالجزائر الجزائريين، وهذا شيء رائع اللي هما ما شاء الله وعندهم نظريه، يخلق المسابقه ويخلق الجوده، المسابقه دائما مليحه قد ما يكونوا مصممين كبار، قد ما الجمهور ولو كونسوماتور هو اللي راهو بينيفيك. مثلا ليميسيون تاع سميره تي في مثلا الاخت منال راح تلبس عندي قريب في قاعدتنا الجزائريه نقولوها واحد 15 قطعه هكذاك توني بزاف دائما نلبسهم. دا يقول لك علاش دائما نلبس بزاف هذه السنه كريم، بزاف هذه السنه الغوبريزونت الله يبارك ما شاء الله يسلمك، والنبيله كذلك دو لا ميزون سميره الجزائري. دوكا راهي ثاني ليليا عندنا مروه وسيم، مروه مروه تجي معنا اليوم ما قدرتش تجي باش دير ثانية تلبس من عندي. دو بروفيل ديفيرون، المرأة بين زوج شباب جينيراسيون، أنا الوسطانية لا جينيراسيون تاع الوسط يعني تحت 40 ماشي بعيد. نتبعكم هذا الشهر الانيفيرسير تاعي افريل ما شاء الله ما شاء الله. انا 27 افريل شحال تواسي؟ 35 عام ياك صغير عليا شوف 8 عام. يا سميرة تي في bravo parce qu'elle reste toujours le cordon ombilical avec l'étranger et le traditionnel. Elle est très suivie au Ramadan. يعني أظن من أحسن برامج. ماشي باسكو هي لا الحمد لله قاعدتنا جزائرية يعني لمدة ثلاث سنوات خدينا ما شاء الله لا ميور ايميسيون يعني الحصة الرمضانية الفريق قاعدة الجزائرية ونقدروا نقولوا برك حاجة أونتر غيومي اون ريميرسي تو لو ستاف اللي راهم اللور تاني تاع سميرة تي يعني فرقة كبيرة بالبزاف. الناس ما تحسبش القاعدة هذه سهلة، كاين بزاف الناس وين في الليل تخدم الأخت سميرة وكامل البرامج، نحيوهم بهذه المناسبة. ميم لي ميوزيسيان افيك دي توني تراديسيونيل سافي بليزير. برافو ولي ماكان بيان سور لا
لا جميل اننا نتكلموا على الفرقه لانه دائما احنا نقولوا ليكيب كبيره بالبزاف قاعدتنا الجزائريه وسي فاتيغون لانه كل حصه قد ما تكون يكون الديكور كبير ويكونوا عدد لي زانترفونون هكذا يعني لي زانفيتي كبير تكون فيها صعوبات بالبزاف وهذا بفضل كذلك حب الجمهور اللي دائما وافي لقعدتنا الجزائريه ويطلبوها ويحوسوا عليها كل سنه دونك ميل ميرسي. نعاود نجي لعندك نعيمه حبينا نسمعوا بقاله حنا دائما الفال. الفال مع بقاله كوتكس كوتكس على من شكون فين نبداو نجو الوغ تجوزوا كامل غير شوفوا وين نبداو بليليا نبداو بليليا نربط طيب الفولار اللي قدامك نربط ولا ولا الفولار شوف كاين ها هم لي بومبون الحواشي لي فولار باش خيط ها ونربط ها مازال كي تجي دالتك حبيت تديري دالتي تقلق يحب يبدا انا ربطها نبداو بليليا بضيفتنا نبداو بليليا اون فيغ لو تور هكذا الو بيان سور انتم اللي راكم تشاهدوا فينا تقدروا كذلك تنويو على وربطوا انا هذه البقاله وي باغي بلي تقدر تربط نقدروا نربطوا في القلب نسيت شكون قالتها لي في الضيفه يعني في هذا تقدر تربط يا لالا اسمعي الفال انا شابه ومهري غالي واللي يبغي يديني يحسب النجوم ويسهر الليالي ويبني لي قصور في العلالي واذا بغى نجيب له البنات والدراري صح 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 رابح لازم لك شكاره خلاص جدر عليها سي بون جاجو عليها صافي سنة عندكم فال رائع عندكم سنة سنة زواج عام وشوية صح هذا رمضان يتزاوج ما شاء الله الله يبارك قريب الدراري لحقوا بالدراري غير على حسب النية حصريا في قناة سميرة صح على حسب النية ونون باغلي كنا نتكلموا عليها ايه قلنا لهم توحشنا شوية حفلات شوية على سان كوفيد قتلنا قلنا لهم وصلنا سابع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع بعض نتمنى لكم الاخ رابح على المباشر نويت بصح ما تنويش نفس الشيء بدي عقده صحيحه نويت رابح نويت انوي عقده صحيحه هذه ما تقدرش تعاود تحلها عاود يفتحها اسمع فالك خرجت ليله الجمعه في يدي شمعه خرج لي ملك حنين قال لي يا بنت الساعه السحاب حاجتك راهي مقضية قلت ليه يا سيدي طالت المدة قال لي روح لدارك تصيبها قدامك روح لدارك تصيبها قدامك سال جبال كذلك جاس واسبع لا بدي بعقف علاش خفتو بدي بكريم بدي بكريم لا حاجة مليحة بدي بيها بدي بكريم انوي قبل كريم انوي انوي قبل ما تعقل انوي خمم اني نويت اسمع فالك تبدلي يا لا لا هذا هو فالك ما نبدلوش لا لا يخا خرجوا ولادك فراطس كي بلي بدل فالك خلي بالا الداليا دلات والدلة العنقود خلي القمر ينكشف والسحاب يدوب وخلي لالات النساء تنال المرغوب ان شاء الله قول امين ان شاء الله نفرحوا بك النوايا هذه هي اه والله يصح والله العظيم خرجت على حساب قلبه ومن بعد ماشي دوكا والله يزيد لا ان شاء الله نفرحوا بك ان شاء الله مازال هذيك ان شاء الله نفرحوا بك كريم ان شاء الله ان شاء الله هاي يا خويا سالم عندي وحده روح هاي روح هاني نويت بسم الله خرجت يوم الجمعه وفي يدي شاعل شمعه ناداني صوت حنين صوت المؤذن في الصمعه قال لي يا بنت السادة حاجتك مقضية قلت له في كم من مدة قال لي من اليوم الغدوة آمين إن شاء الله آمين تعك الخيرات هاي العائلة هذه تاع الجمعة مليحة الحمد لله إن شاء الله يا رب لو على هذه البقالات نعاود نجي لسمير العاصمي باش يطربنا بالبرنامج الفني اللي قدمته لنا حضرته مع الفرقه الموسيقيه مع سامي في الداق وكامل لي ميوزيسيان الحاضرين اللي نحييوهم وطبعا نستمتعوا وانتم تستمتعوا بعرض الازياء لا ديرنيغ كوليكسيون الكوليكسيون دو كريم اكروف Thank you.
تزعب لي وتميلي هي مين في البنات زعب لي وتميلي زعب لي وتميلي هي اللي انهوى انها الكذباتي لا 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 شوفت النجاح قلي معك وعن ذي المال انجيك ونفر لح قلبي بديك بالحلال الحمد وشكر ربي سلب دي الرجال سيدك وين كان بغبي سلب دي الرجال سيدك وين كان بغبي وهران الباهية وهران الباهية وهران الباهية اللي وطهرك زاهية وهران الباهية سيل الغالية ومسان العالي اللي وطهرك زاهية شحال لي يا حلالك الشيخ عبد الكريم دالي شايع في بلاد المسن وهران هي تزايل هي القصبة اللي هو نهارك زاهية زايل الغالية بجاية العالية اللي هو نهارك زاهية ودي ما في ورقة يا مصعب المشقة اللي مرحوه بالعدقة يا حصر علي مزمك وهران الباهية يا تزايد الغالية يا تلبسك العالية ليل ونهار تزايد وهران الباهية يا تزايد الغالية ورجبوا عرايج العالية ليل ونهار تزايد حطت كلمة حلوة الله نقطع البعور نحب تحمل بن عاشور سحب السلعه بالميزان وهران الباهيه هي باليده العاليه عزفون العاليه ليل ونهار قزايه اي وهران الباهيه هي تزايل العاليه سميراتي في الغاليه ليل ونهار قزايه الغالية اللي ونهارك زاهية يا اللي دالي اللي دالي راسي فجزع عليك وباقي راسي فجزع عليك وباقي الله 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 الله
الكبر هدايا الفرح هدايا والفرح هدايا يا سيدي ثعلبي يا ابو الكراي عزكم الله شكرا ميرسي مشاهدينا الافاضل نعاود نرحب بكم من دار وجديد نتوما اللي راكم تتابعوا فينا في كل سهره رمضانيه مع برنامجكم الرمضاني قاعدتنا الجزائريه وحنا عندنا اربع سنوات وحنايا والفنا نجوزوا سهرتنا الرمضانيه رفقتكم وكذلك رفقه الضيوف اللي كل لا ينورونا بحضورهم بوجوههم والتحق بنا الان الشيخ المحروسه اللي منذ اربع سنوات كذلك حاضر معنا مرحبا بك وصح فطورك الشيخ المحروسه انت كذلك من الناس من الرجال اللي دايما من نشوفوهم الا باللباس التقليدي الجزائري حقيقة. الا جست في بلاتو تيلي ولا تروح على الخارج ولا تمثل الجزائر دائما تكون باللباس التقليدي الجزائري سروال ونشوفوا الحزام هذه ماشي بديعيه سي اون فيست كما كراكو سي فري هنا وفي الداخل يعني في خارج الوطن حتى كانت التكريمات تاعي في بلجيكا على منصه لو تياتر رويال كانت باللباس التقليدي حتى في اكبر جامعات بفالنسيا باليكون على كل حال درت فيها محاضره وقدمت شاري تاعي كانت باللباس التقليدي وهذا يشرفني وكان في هذا كله بحضور السلطات بما فيها السفير وهذا يشرفنا نمثلوا الجزائر احسن تمثيل اكيد اكيد نعاود نجي شويه لعندكم ليليا ورباح انتم نشوفكم انكم تشتغلوا بالبزاف مع بعض وهذا كذلك شيء جميل لانه الاثنين عندكم لا ميم باسيون نفس الحب للجمهور وعندكم الجمهور تاعكم اللي يتبعكم بالبزاف كاين غيره بيناتكم اكيد بيان سور دايوغ اون اي طول تون انصوم ما كاش ليليا بلا رباح ورباح بلا ليليا اون سيد اونتر نو كيما قلتي اون بارطاج لا ميم باسيون دونك تلقينا دائما مع بعض ميم كي نكونوا في القعدات تاعنا اون اي توجور لا ترافاي تيليفون دائما في يدنا سي فري باسكو اون في سا افيك باسيون فريمون اون نيم لا كرياسيون دو كونتوني وكي نديروها يعني سورتو انا ندقق بزاف يعني في ادق التفاصيل لانه اون اون ريبيوتاسيون كو ميم سبع سنين في مواقع التواصل الاجتماعي تخاف على ليماج تاعك ماناش من النوع اللي اون اتير افيك لو باد بوز ولا او كونترير نخاف بزاف قبل ما نرقد نحب نرقد مهنيه يعني كي ندير هذيك الحاجه نكون سير باللي راني مهنيه. نشوف المحتوى تاعكم اللي يكون يعني لي بروبر الحمد لله يا ربي. هذا ما نصيبوش ربما في كامل انا ما نحبش لو مو انفلونسور مؤثر لانه التاثير حاجه اخرى لازم يكون ربما افكار حنا يعني كل الناس تاع لي غيزو نصنعوا محتويات ولا فنانين ولا On est là pour inspirer les gens. Exactement. Yani, on est obligé, tu te cales في une catégorie. Yani, on est là. Moi, je suis une personne qui aime t'apprendre sur la chose, aime t'apprendre les gens sur la chose. Enfin, tu me trouves toujours à trouver des idées. Je te, par exemple, Ramadan, nous aimons beaucoup plus ça, tout ce qui est traditionnel, l'ouklet, ça, le Ramadania. On change un petit peu le contenu. À l'heure, le temps qu'il y a en effet. Enfin, je m'adapte avec ce que le peuple demande. Donc, mais c'est pas au hasard, c'est des choses filmées. Non, non, tout est étudié. كلش اللي ايتودي كلش ميم ستوري قبل ما تشوفيها نكون خدمت عليها حتى ربح مرات يقول لي بزاف تي باس بوكو دو تو دون بوكو بوكو دامبورطونس لي بوتي ديتاي مي سي فري سي كوم سا نحب الخدمه تاعي لي ديتاي هو اللي يدير لا ديفيرونس اكزاكتومون سي سا اكزاكتومون الحمد لله وربح يعاونك بالبزاف لانه هو سبق واشتغل كذلك في هذا العالم من بكري وين كيما قلت تويتي دونك موديل دي مارك انترناسيونال دي مارك دو لوكس دايور كي ديما عندك لوي كريتيك وعندك لوي استيتيك دايما اللي تسقم لي فيديو اكزاكتومون ميم هي ليليا مور لوبجيكتيف سي زوج تاعها ماشي مصور ولا واحد راح تعامل معاه صافي تكون اليز تعطيني واش كون نحوسوا على لو سوجي هذاك ولا على البرودوي اللي نخدموه فريمون الدون فوالا ونشوفكم اليوم كذلك كنت مثلوا حتى انت ليليا العديد من العلامات بوكو دو مارك صح. على مواقع التواصل الاجتماعي وتقومي بعمل رائع وهذا شكرا. برافو اي ولي اكسبيريونس تاعك كانيماتريس اللي هي وي. تجربه في قناه اولى للان يا للاسف ما راهيش تبت وافق على قناه اخرى كذلك حتى القناه اللي نعمل بها اون سمومون فريمون يعني يتخرج لو بوتونسيال تاع لا بيرسون On a tous les jours on t'apprend sur la chose. Même si que ça dégage, يعني qui est pique, on t'apprend منك, qui est pique بالناس وادخلين. C'est comme ça le monde. On t'apprend même عند الناس autour de nous. Mais allez, dis pour. Oui, oui, oui. أنا نحب الكاميرا. En plus de ça, قلت لك je suis une personne très curieuse. نحب نسي sur la chose. فالانيماسيون télé, حبيت هاد le domaine.
ديجا من لا بروميير اكسبيريونس كنت اليس فيها وكنت حابه نزيد نطور من نفسي وكل يوم نزيد نطور من نفسي وعمري راح نتوقف من التطور ان شاء الله. هذا شيء جميل، شيء جميل، نتمنى لك كل التوفيق. آمين كريم. حتى انت يسبقوا واقترحوا لك كذلك التنشيط، بصح يعني تشوف انه لازم تكون اون ايميسيون تيليفيزي اكسكلوزيف للباس التقليدي، تادير وين نتكلموا على هذا فقط كيما نواصلوا دي زيميسيون موزيكال. انا جو بو تريبوند، لازم ما كاش ما عندناش اظن فكره مهمه. انا جو بو تريبوند سور سا. دوك الاجيال هذه الجديده هذه سي دي جينيراسيون اللي يشوفوا بزاف لا تيليفزيون اي لا تيليفزيون مودرن سورتو لا تيليفزيون اوروبيان. وي دوك البلدان العربيه يشوفوا بزاف ولاو يلبسوا كيما لي اوروبيان. انا جو بونس كي فو لور ابراندر ce que c'est que les coutumes algériennes et algéroises ou algériennes en général. Il faut leur apprendre les coutumes algériennes, la génération a dit jdida, l'aqdem yorlew le jdid, bach jdid hadouma yorlew les générations li jayin min ba'd, bach ma trouhch had la tradition hadi ta'na. Bach ma trouhch. Bdat tetharrek, bdat mouda fi ljazair. كما كنا نقولوا من قبل المنافسه مليحه اكيد، وهذا نصيبوه في كامل كل البلدان كل الفنون اللي نحب بزاف الخدمه اللي تقوم بها، هي حرفيه مواليد مريم اللي تشتغل على لا بوبي الجيريان الدومه الجزائريه كذلك، اللي نصيبوهم باللباس بالالبسه التقليديه بالجمعه الجزائريه، وهذا شيء رائع. ها كما كاين لا باربي لا سيندي فولا ايتترا، حنا كاين لي بوبي الجيريان اللي تمثل كذلك هذا الجانب الثقافي واللي نقدروا بها نربيو بناتنا على كذلك هذا القيم والتقاليد اللي كنتوا تتكلموا عليها ضياف تاعنا. دونك مواليد مريم اللي تقدروا تصيبوها على الفيسبوك باسم بوبي الجيريان، بوبي افيك اس، بوبي الجيريان، واللي هي حرفيه كما قلت لكم في صناعه الدمى التقليديه. حاضرة كذلك معنا قلاب دبيح سامية من قسنطينة اللي هي حرفية في الطرز. فوالا وين انا نشوفو هنايا راهي تشتغل، هذاك مجبود على ما اظن على القضيفة كما يعيطوا لها في ناس الشرق في قسنطينة القضيفة، دونك جبة فرقاني كما حنا اللي ما نعرفوش نقولوا لها. دونك فوالا حرفية في القندورة، حرفية في الطرز. وعندنا كذلك سمية سكران اللي هي خياطة مختصة في الشده، واللي راهي ملبسه لي دو بوبي الاميرات اللي راهم حاضرين. هاي البوبيه تضحك. هذه كريمه، وكاين منى اللي جاتنا من تلمسان لي دو فيات. وبرك باش نقول لكم كريمه كانت جازت معنا في المولود لول عام اللي فات، وهذيك هي لا فيديو اللي وسط حالها في لي ريزو وين كانت تتغني. هاي كبرت اليوم راهي بالشده بوبيه خموز. قبل ما نجي لعندك الشيخ المحروسه، كاين وحده نساتنا وقيلا ما حابه تجيب لنا والو، شاف ليندا طالب اللي قالت لنا لا غاطو بالشوكولا ولا فرامبواز تالمو قالت مصبحنا نستناو مصبحنا نستناو. سي راه واجد راه واجد. بصح دائما نقولها اللي يحب يواسي الخير ما يشاور، الا راه واجد وعلاش ما جبتي الناس. سي فغي سي فغي. لا لا تفضلي، جو تو تاكين كوم توجور. ليندا دائما تجيب لنا التحليه، تحليه سكو دادا في نهايه السهره. انا نجي لعندك الشيخ المحروسه باش نسمعوك شويه الليله. على كل حال كاين واحد النقطه اشار لها الدكتور تاعنا والفنان، على كل حال فيما يخص التفتح تاع الشباب فيما يخص اللباس العصري او التقليدي على العالم. بصح هذا اللباس التقليدي على برا العالم تعرضت له الجزائر من خلال الحضارات. كي نشوف السياق التاريخي كل الحضارات اللي مرت على الجزائر بما فيها الفينيقيين، الرومانيين قريب 3 قرون، لي فوندال البيزنطيين، بصح ما خلاوش البصمه تاعهم في اللباس التقليدي. الشعب الجزائري قعد صامد ورفض كل ما هو روماني. كون كانوا خلوه كل يوم رانا نلبسوا لباس روماني اللي قبلوا الا بما هو اللباس الاسلامي بعد الفتوحات الاسلاميه. بعد الفتوحات الاسلاميه. وحنا مرت يعني كانت سيزاري شرشان اللي هي تعتبر لا سيزاري موريتانيا القيصريه الرومانيه قرنين. بصح اليوم الشعب الجزائري ما عندوش لباس روماني، ما عندوش لباس فينيقي، ما عندوش لباس. هذا شيء جميل، يعني اللباس التقليدي اللي عندنا هو رفض الرفض القاطع الشعب الجزائري. عاد بعد الفتوحات الاسلاميه. قبل الا ما هو من الفتوحات الاسلاميه، ولهذا نسموه البدله العربيه الاسلاميه في مختلف الدول العثمانيه يعني كذلك. بصح كل ما هو روماني او فينيقي او فوندال، رغم انهم مروا، وهنا تعرفي التاثير
الحضاري والتأثير البيئي اللي يلعب دور في القيم والمبادئ تاع المجتمع. هنا تعرف شيء مهم، نقطة مهمة. كان خلى البصمة الرومان كل يوم نلبسوا لبسة. حنا الآن أنا نشوفه لباس تقليدي، لكن اللباس بصفة عامة لازم دائما يكون يقدر يخلي الإنسان يعيش في المحيط تاعه، في البيئة تاعه. وحنا يا طبعا ماشي عايشين كما الرومان، ماشي نفس البيئة. هنا في الجزائر كانوا دي النوماد، يعني الإنسان لازم يكون لابس طويل، عايش في الخيمة، يرفد الدوزان. دونك كذلك كاين شيء هو هام، أنه دائما اللباس يكون يخلي الإنسان يعيش في البيئة تاعه. هذه اللي نشوفها كما سروال اللوبيا، سروال ستيفانس، قاعدة دايوغ. غير الولايات اللي كيما تيسغنس تاع يحميهم يعني من السخانه تاع الصحراء، ماشي كيما لو كان نلبسوه لهنا ما نحسوش بنفس الراحه اللي يحسوا بها على كذلك التوارق. هما يعني يحميهم على السخانه وعلى الرمل كذلك. الزوابع كيما يقولوا ناس الزمان، جديد حبوا بصح القديم لا تفرط فيه. امام تسميرك شباب اليوم وصدابت الله سي نورمال. ايماجيني دوك احنا رانا في 2022 رانا كيما الرومان، سي با بوسيبل. اون سادابت à l'environnement, s'adapte à c'est-à-dire au monde, le monde extérieur. Les gens normaux qui malchouinent sur le wall, comme Jack, etc. Mais les traditions, il ne faut pas les oublier. Un skin play, donc, avec Choufillah Iberk, Lilia, Masha'Allah. Choufi, 23 ans, fait Amarha, Sreura. Ça n'a pas oublié ses origines. Non, jamais. Voilà, Cheikh Al-Mahrouz. الوغ شوفيه يعني لي جون رانا جون. كاين دور تاع مواقع التواصل الاجتماعي ما ننساوهاش، لانه سي غروند بلاتفورم اللي راهي توري يعني لي جون يسانسبيغ فيها هذوك لي فوتو. كل هذا العوامل تساعد سي بو. وهذا الشيء رائع، وحنا نشكركم كلكم على كل هذا العمل اللي راكم تقوموا فيه، لانه حنا دائما نقولوا انه الفنانين والناس اللي عندهم سمعه واللي عندهم جمهور دائما هما يكونوا السفراء تاع البلد. ويعني الجزائريين سفراء الجزائر فيما يخص الثقافه، ثقافتنا الكبيره اللي بزاف. انا كنت حابه نشكر الشيف ليندا على هذه التحليه الرائعه، تحليه شوكو دادا الرائعه اللي فيها دونك لو شوكولا اي دو لا فرامبواز. سمير ما شفتكش العام اللي فات في رمضان، سيتي العام اللي قبل منه. العام اللي فات ما كنتش في الجزائر، كنت في الغربه. راك هنا تجوز رمضان هنا. هنا ان شاء الله نشكركم على الدعوه، ونشكر سميره تي في على الدعوه. شكرا جزيل الشكر. وحنا هذه يعني هذا الشيء والله يشرفني اللي راني اليوم معكم مع هاد الناس ما شاء الله الطيبين اللي معايا. ليليا ورابح، ليليا شكرا لحضورك، دائما منورك كل مره. يعيشك، شكرا لك، وشكرا لقناه سميره تي في لانه استضفتونا ما شاء الله بالوجوه النيره، بالموسيقى، بالحلوه، بالديكور، استضفتونا احسن استضافه ما شاء الله. وانا نقول لكم صحه سحوركم، صحه سحور كل المشاهدين، ونقول لكم من دوكا صحه عيدكم بالك مع بون ميزامي وين نتلاقوا. مي نقول لكامل الباقيين وكامل اللي راهم شاركين معنا البلاطو صحه سحوركم. انا نقول ثاني للناس صحه عيدكم، لانه مع انه راهم يشوفوني كل يوم في التلفاز وفي المواقع التواصل، لكن نعاود نقولها لكم اونكور اون فوا ميرسي لكامل طاقم سميره تي في. شكرا، شكرا ليك، شكرا ليك كذلك رابح. يبارك فيكم. انا نشكر القناه على تخصيص موضوع تاع التراث اللباس التقليدي اللي هو مهم، ورانا في شهر عظيم لواحد يقدر يوصل به ميساج لكافه المشاهدين. وان شاء الله كنا خفاف عليكم وصحه سحوركم. يبارك فيك ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في فرصه اخرى وفي حصه اخرى. رانا رايحين نختموا هذه السهره بصوت الفنان سمير العاصمي. كنا فرحانين اننا قضينا هذه السهره رفقتكم. موعدنا غدا نفس القناه نفس البرنامج. الى ذلك الحين تهلاو في روحكم، ما تاكلوش بزاف، والى اللقاء. البهجة بيدا مدحول ورسمك عنده قيمة، راني بعتلك مرسول هو جبيني يا عصيمة. البهجة بيدا مدحول ورسمك قيمة، راني بعتلك مرسول هو جبيني يا عصيمة. الله ايوه Thank you.
الجمول القوة هزول جنينة المرسم قبل البحور وسمك أزر قديمة باب جديد سوج عيون ملك نديرة الرميلة وفريزي القاع الصور مسيد التلية القديمة البهجة بيضة مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك برزول واجبيني يا عصيمة لو لول باب الواد فيه الهول وباب عزون رزينا باب الإله محلول حتى نوصل مضرب حميمة نحي تقف وسحور على هاد البلاد الزينة سيدي يا ربي غفور أنا لحق الباب الخيمة إن شاء الله البهجة بيضة مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك منزول واجبيني يا عصيمة الله الله عبنا عكنون البيان عالي علينا صالون بي وبالكور طراب العالجواليمة الأسم فيك مشهور يزيدي نحي الغبينة يا بلادي عليك منظور هي لو كان نقطع بسفينة البهجة بيتا مدخول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك منزول واجبيني يا عاصمة بالله هيا الغنادي للصحرا شوفي لي غزال منو ما تقطع شياسي مازال حي ما غزال بالله هيا الغنادي للصحرا شوفي لي غزال منو ما تقطع شياسي مازال حي ما زال الله 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 اي اجي وخد مني كلمة ولا انت لقيت تما اي هو ظريف ام اللهمة وشبيه للخيال سقسي على شفاه قيس عما يطول للمجال بالله يا الغادي للصحراء شوفي لي قزال منو ما نقطعش يا سي مازال حي مازال الله الله وسيك باش تبدا تهضر وانت انت لقيت زين المنظر قولوا الله لوني يحير الوعد راه طوال باسك باش نزيد نصبر في غصن الغزال بالله يا الغادي بالصحراء شوفيني غزال منو ما نقطعش يا سي مازال حي مازال عبد وصلي وذكر الله ساعة بساعة يفرج الله بقهوة على أخي داوي داوي الله أيوة
زياد هنا قاعدة يا حبابي اليوم في سميرة في القاعدة بقهوة على بخي وعلى خير زيادة عادة سيدي فعل بي يا الوليد دا بقهوة على بخي الله ما شاء الله بقهوة على خير يا وليدات البلاد إن شاء الله هيجمعنا في هذا الميعاد في سميرة بيم أو على بخي بقهوة على خير زهينا شوية والله هيهم نصر هذه الجماعية إن شاء الله بقهوة على بخي بقهوة على العاصمة يغني والناس تشطح بالك وتهني والويلة بقهوة على بخير السلام با عالسلام با السلام با بقهوة بالسلام بقهوة على خير بقهوة على خير بقهوة على خير عافاكم الله سلام با سلام سلامة بقوة بالسلامة بقوة على خير بقوة على خير بقوة على خير صح رمضانكم عافاكم الله على خير شكرا الله الله